عندك فكرة ومحتاج تنفذها ومش عارف تروح لمين؟ مش محتاج تدور كتير، عندنا في ستريم كود هناخد فكرتك ونحولها لتطبيق حقيقي بكفاءة عالية، ولأن احنا مختصين التطبيق بيعدي عندنا بشوية مراحل وانت بتكون معانا فيها خطوة بخطوة. أول مرحلة احنا هنعمل لك أناليسز لمشروعك قبل ما نبدأ علشان كل حاجة تكون واضحة من حيث مراحل المشروع ووقت كل مرحلة. تاني مرحلة الديزاين، وده هنعرض عليك بروتوتايب لمشروعك بالكامل قبل ما نبدأ بحيث يكون عندك تصور مبدئي للتطبيق وتقدر تعدل وتختار الألوان والصور المناسبة ليك. ثالث مرحلة تنفيذ المشروع، وده بناء على اللي خططنا له في الأناليسز. رابع مرحلة التستينج، وده بيتم فيها اختبار المشروع من مختصين لضمان جودة وسرعة التطبيق. خامس مرحلة مرحلة التسليم ورفع التطبيق على جوجل بلاي وأبل ستور حسب رغبتك. ومش بس كده، ستريم كود هتفضل معاك بعد رفع التطبيق في حالة ظهور أي مشكلة وهتحلها لك فورا. مستني إيه؟ اتواصل معانا عن طريق الواتساب أو عن طريق رسائل الصفحة.